أنا قبل قليل كنت أتحدث مع السيد ناصر الغنام في خبر أنه الآن قال هذا من اختصاص السيد اللواء في عمليات الجزيرة أنه هنالك دخول لعدد من عوائل داعش دخلوا إلى سوريا إلى العراق عبر سوريا من منفذ البوكمال من خلال مهربين وقد وصلوا إلى المنطقة الغربية من الأنبار. وردت أستفهم حقيقة هذا على الرغم من السيد ناصر الغنام نفى هذا قبل حديثك. أخي العزيز، هذا الموضوع يعني عوائل دواعش ينفذون من بعض الأماكن اللي موجودة عن طريق مهربين، فهذا يعني موجودين تحت سيطرة قواتنا الأمنية عبارة عن نساء وأطفال، يعني دي يسيرون بعمليات تهريب، هم موجودين تحت طالة القضاء حاليا في منطقة القائم وعليهم دعوة قضائية بموضوع عبور الحدود. نعم نعم سيادة القائد، يعني الآن العوائل نعم. تحت سيطرة القوات الأمنية، طيب الآن هي دخولها غير قانوني، لماذا سيادة القائد نعم. لم يتم إعادتهم من حيث ما أتوا؟ ولا تدوس على الجن ولا تقول اسم الله. أخي العزيز، هذولا لما دخلوا إلى القاطع هذولا ما دخلوا من يم القوات الأمنية، هذولا سللوا من أماكن قد تكون أماكن من جهة كردستان أو أماكن أخرى، لكن إحنا مباشرة ما أن وصلت هذه النساء والأطفال اللي موجودين حتى الأهالي أخبروا القوات الأمنية وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية وتحت طائلة القضاء. هم من أي منفذ عبروا سيادة القائد؟ موضوع إعادتهم إحنا ما عندنا صلاحية أن نعيد مرة أخرى إلى خارج الحدود، لكن إحنا نطبق عليهم الإجراءات القانونية وهم بداخل المنطقة موجودين. طيب سيادة القائد بارك الله بكم على هذه الإجراءات، لكنه أنا هنا أسأل إذا كان من اختصاصك الإجابة، هؤلاء طالما أنهم الآن خرقوا القانون ودخلوا بشكل غير قانوني إلى دولة أخرى، لماذا لا يتم تسليمهم لمحاكمتهم من قبل الجهات القضائية المختصة؟ لماذا يتم التحرير يعني حجرهم الآن لديكم؟ ليش ما سلموهم للقضاء وللقوات المختصة بحيث تحاكمهم؟ حاليا عليهم دعوة قضائية، ويعني مجرد أنه يعني موضوعين تحت طائلة القضاء وبأمر من القاضي هم متواجدين. أها تمام، يعني هم حاليا تحت سلطة القضاء. زين منين عبروا سيادة القائد ذولا؟ من أي منفذ؟ والله احنا بالنسبة لنا ما عبروا من يم قوات الأمن العراقية، هذولا يعني قد يكونوا انتقلوا من عن طريق يعني محافظات كردستان او مناطق اخرى، نجهل احنا الطريقه اللي جو بها. مجرد انه وصلت ان شكاوي من المواطنين على ان هناك نساء واطفال من عوائل داعش، هذول طبعا هم شانهم شان قسم من عوائل داعش اللي كانوا موجودين بالمخيمات، يعني قسم من عندهم قد يكونوا موجودين بالمخيمات اللي موجوده بأربيل، قسم موجودين مناطق الموصل، يعني لكن من دخلوا الى المناطق احنا مباشره وقفناهم على الاجراءات القضائيه. سيادة القائد ذول عراقيين، وش قد اعدادهم؟ عراقيين ولا سوريين ولا جنسيات اخرى؟ 18 امراه. فقط نساء واطفال؟ نعم. جناسيهم عراقيه؟ نعم عراقيين. ومن اهالي المنطقه؟ ومن اهالي المنطقه اللواء قاسم المحمدي. اثناء عمليات التحرير نعم هربوا مع يعني خلينا نقول رجالهم الدواعش وهربوا الى سوريا. مو هو هذا اللي كنا نحذر منه، نقول لهم يابا لا تورطون وبعدين تظل بس النسوان والعيال، ايش حصلتوا هسه؟ مو دائما نقول لكم يابا ترى الوطن اغلى من كل شيء، تالي متالي هسه انتم بالنار، ضحكوا عليكم داعش وظلت النسوان دايحة والجهال، من عمت عيونكم عيون داعش.